عفوا دكتور استمر واضح؟ نعم نعم واضح استمري. الـ P19 بروتين هو أول بروتين اكتشفوه في هذا السيستم، لذلك سمينا السيستم أو هو أخذ تسمية أنه P19 سيستم أو FTR1 P19 سيستم بالنسبة لبروتين P19 اللي هو أول بروتين اكتشفوه في هذا السيستم اللي عرفوا أهميته بنقل الأيرون. بعدين أنه شكوا العلماء أنه أكو فد جينز قبله وجين بعده نسميها كلاستر أوف جينز، وهذه الجينات يعني كان هناك ثينكينج اعتقاد بانه يحركها اوبيرون واحد، وما شافوا لها وظيفه معينه غير انه يعني تشوب الشكوك حول انها لها وظيفه في نقل الحديد. فاحنا اخذنا موضوع بحثنا اللي كان في 2015 بدا البحث. الهايبوثيسيس كانت انه حسب ما العالم البروف سايمون مشرفي كان يتوقع انه كل هذه الكلستر اوف جينز تساعد هذه الاول جين FTR1 والP19 في الايرون ترانسبورت سيستم، واذا سيطرنا على بعض من هذه الجينز واحد او اكثر يمكن ان نسيطر على باثوجينيسيس الكامبيباكت جيجوناي، وبالتالي تكون خطوه حلوه للسيطره على هكذا نوع من الامراض اللي هو يعتبر من الزونات اوف ديزيز. الحقيقه هذا باختصار عن البكتيريا اللي كانت في بحثي واللي سوينا فيها كثير من الاستراتيجيز والجينو الجينيتكس اللي هي حقيقة مو سهلة في شغل اللاب. هذا باختصار. الحقيقة عندي تيلز أحب أوضح لكم في هذه المحاضرة بما لا أطول عليكم وأدوكم موضوع بحثي أو النتائج اللي حصلناها، ويحتاج حقيقة ورشة أخرى. كل بارت اشتغلناه واللاين يحتاج ورشة أخرى. كان آخر لاين هو تطفير الجين النوك أوت، آخر لاين. إحنا في البداية بدينا بسيرش مختلف وكيف نختار الجين، وحقيقة أكو فد علم أحب فد يوم إن شاء الله في ورشة أو في محاضرة من بلكت ان شاء الله من ترجع الامور يستفادوا منها الباحثين العلميين. جانب البانفورماتكس اللي هو حاليا يستخدموه يعني الكي قبل ما تخلي بلان لاي بحث، تسوي بانفورماتك سيرش حتى تختار وش جين انت تشتغل عليه او وش كلاستر تكون مثلا ما مشتغلين عليها بقيه العلماء او ما متاكدين من وظيفه هذا الجين او مجموعه الجينات. ف نجيكم ان شاء الله هسه بالنوك اوت ستيب باي ستيب. اول خطوه هي بعد ما احنا طبعا قلنا الاستراتيجيز الاساسيه، احنا اختارينا الجين واختارينا يعني وش جين احنا نشتغل عليه او نريد نطفره واحد او اكثر. في البحث هنا الحقيقه انا استحدثت 3 ميوتنتات في 3 جينات من الاوبيرون، واختاريناها طبعا مو اعتباطا وانما بعد ما سوينا البانفورماتيك سيرش اللي سوينا سيرش على هذا السيستم في كل البكتيريا في كل الاورجانيزمز، وشفنا موجود في البكتيريا في اليست، وشفنا اغلب وجوده هذا في البكتيريات اللي متواجده في الجت واللي تسبب الالتهاب المعوي. ودائما هذا الجين مثل ما توقعنا وتوقع المشرف في اول ما خلينا هايبوثيسيس البحث انه هو يوجد على شكل كلاستر مور ذان وان جينز. دائما الجينات اللي بعده اللي هي 4 واحيانا في بعض الاورجانيزم 6 مثل في الكامبي هي تساعد الجينين الاولانيات في اداء هذه الوظيفه. فالسيطره على اكثر من واحد من هذه الجينات يؤدي الى السيطره على هذا الاورجانيزم. بس الخطوه الاولى هو هذه الخطوه الاولى بشكل عام في اي نوك اوت هو امبليفاينج الجين اللي هو التارجت جين اللي احنا اختاريناه او جين اوف انترست نسميه. الحقيقه هذه الرسمه بالسيكونسز يعني توضح لنا مثلا اني فور اكزامبل هذا الجين اللي اريد اسوي له نوك اوت وهو يبدي بال اي تي جي وينتهي بال تي جي اي يعني ستارت وستوب كودون. الحقيقه اهم شيء بعد اختيارك للجين المفروض انه قبل ما تسوي النوك اوت الستيب الاولى هذه انه اختار منطقه نسميها اب ستريم ومنطقه اخرى داون ستريم من الجين، وهذه المنطقه ما لا يقل عن 500 الى 1 كي بي يعني 500 الى 1000 بيس بير قبل الجين و500 الى 1000 بيس بير بعد الجين. نسوي لها امبليفيكيشن. فالحقيقه من اللي نسوي نوك اوت ما ناخذ الجين على حده. وليش هذه العمليه تصير؟ لان اكو فد شيء هذه رسمه بسيطه طبعا اسمه بروموتر وشيء ترمينيتر. البروموتر عاده هو فد سيكونس من النيوكليوتايدز تكون متواجده قريب لمنطقه الستارت كودون هذه. احيانا تكون قريبه يعني نورمال هي 15 الى 10 الى 15 بيس بيرز بعدها قبل الستارت كودون. واكو شيء اسمه التيرمينيتر، طبعا البروموتر هو اللي السيكونسنج اللي يؤدينا الى بدايه الاكسبريشن يعني بدايه شغل الجين. والتيرمينيتر هي مجموعه ايضا
بسبرات تنهي عمل الجين يعني توقفه، هم موجودة في few nucleotides after the stop codon. فإحنا نتوقع دائما هنا يكون مكان البروموتر ومكان التيرمينيتر، بس أحيانا في بعض البكتيريات يكون أبعد، فلذلك قد ما تأخذ أنت منطقة أبعد من الأبستريم والداونستريم إيريا للجين اللي تريد تسوي له نوك أوت يكون أفضل، يعني يكون الإنسان في السيف سايد العالم، بحيث أنه يضمن أن البروموتر والترمينيتر انكلودد ضمن هذه المنطقة اللي سوى لها أمبليفيكيشن بالطبعاً الـ PCR. هسا احنا أخذنا منطقة اللي نكون بالسيف سايد منطقة الـ 1KB أبستريم and 1KB داونستريم للستارت والستوب كودون للجين المعني، واللي هو جين هذا باللون الأخضر ظلل تحت يكون واضح، بينما البرايمرات هذه باللون الأزرق الفاتح يعني بعيدة عن الستارت والستوب كودون، بحيث 1KB اختارينا. الحقيقة نقطة ثانية مهمة، ليش احنا نختار منطقة أبستريم وداونستريم تكون ما لا يقل عن 500 بيس بير إلى 1KB، وهي تساعدنا بظاهرة الهومولوجو، يعني هذا الجين بعدين احنا نريد ندخله ببلازمد وندخله لين البكتيريا حتى يصير النوك اوت، يعني يصير الهومولوجو للجينومك مالت البكتيريا، يعني حتى تتعرف على البكتيريا وحتى يصير ضمن جينومها. فلازم يكون منطقة واضحة كبيرة يعني بحيث تعرف تتعرف عليها البكتيريا ما تقل عن 500 بيس بير، لذلك احنا اخذنا ال 1KB upstream و 1KB downstream، فتكون البرايمرات بعيدة جدا عن الستارت والستوب كودون، وراح نضمن انه المنطقة كافية للهومولوجو تتعرف عليها الجينومك مالت الاورجانيزم، ونضمن ايضا احنا انكلودد البروموتر والترمينيتر ضمن المنطقة هذه، يعني حتى يكون الشغل من البداية صحيح. الحقيقة شغل الجينيتكس أو الموليكولا صعب جداً، مو بالسهولة اللي الواحد يتخيلها صراحة، ومثل ما حضراتكم تعرفون وحضراتكم علماء وخبرتكم أكثر من خبرتنا، أنه كل تجربة تحتاج إلى نوليج وتحتاج إلى experience، يعني تحتاج معرفة. أنا كنت قبل كل تجربة تقرأ كثير وتسوي سيرش اللي بعدين تبدأ، ورغم هذه يعني أكو فد أخطاء تطلع لك، حس أنا حبيت إن شاء الله أوضحكم الأخطاء اللي وقعنا بها بالشغل، هوبفولي انها تفيد زملائنا وما يقوم بيها، يعني تبقى انه نوليدج واكسبيرينس في الشغل الحقيقه باللاب، تطلع لك اخطاء ما يمكن ان تكتسبها من مجرد تقرا بيبرز او تسوي جوجلنج او سيرشنج اونلاين. الخطوه الثانيه طبعا بعد ما سوينا امبليفيكيشن لهذه المنطقه اللي هي جين المعني مع منطقه قبله ومنطقه بعد تشمل البروموتر والترمينيتر وتضمن لنا يصير الهومولوجو، هذا الامبليفايد جين جين اريد ندخله الى البكتيريا، فكيف يدخل الى البكتيريا؟ لازم يتكاثر بشيء نسميه بلازمد. فالنقطه الثانيه هو اختيار البلازمد السوتابل اللي تختاره تسوي له كلونينج لهذه المنطقه بهذا البلازمد، وتسوي له ترانسفورميشن للبكتيريا اللي تريد تسوي فيها النوك اوت. الحقيقه كمثال احنا اخذنا في بحث التجربه اللي اشتغلتها اختارينا البي جيت 1.2 بلازمد اللي هو 2.9 كي بي استخدم في هذه التجربه. والحقيقة هذا البلازميد بشكل مختصر هو المفروض البلازميد يحتوي على الريجن أو أوريجن أو ريبليكيشن، منطقة يتكاثر من خلالها البلازميد، والبروموتر اللي يكون المفروض اتجاه الجين من نخليه، طبعا حتى اتجاه الجين المفروض نخليه يصير بعد البروموتر حتى نضمن انه يصير له اكسبريشن، لانه انت راح تعتمد في اكسبريشن هذا الجين على البروموتر، ويكون عنده فد ريسستنت معينه الجين عاده البلازميد العفو اللي يعني كل البلازميدات فيها مثل امبيسيلين ريسستنت او كلورامفينيكو ريسستنت. هذه نقطه مهمه ليش؟ لانه اول نقطه بعد سويت ترانسفورميشن وشفنا الخلايا بالطبق باليوم اللي بعدها، طبعا ما راح يكون الطبق، راح يكون فد نوع معين من انتي بايوتكس، هذا راح يحد من نمو الخلايا الكولونيز اللي هي ما شايله هذا البلازميد، يعني ما صار لها كلونينج، وراح يخلي بس الخلايا اللي حاول على هذا او الكولونيز اللي حاول على هذا البلازميد واللي مقاومه، طبعا كل بلازميد له مقاومه معينه اشتغلنا على اكثر من واحد من البلازميدات في تجارب مختلفه، كلوروفينيكول امبيسيلين و انتيبايتكس اخرى وبتركيز معين طبعا. فالبيجت هو يحتوي على امبيسيلين ريسيستنت جين، وهو نفس الوقت ليثال جين. شنو ليثال جين؟ انه هذا الكيت خاص هو للبيجت، يكون البلازميد لينير في منطقه يسموها مالتي كلونال اريا، منطقه خاصه تدخل الجين اللي مراد
تكلمون في هذا البلازميد، فهو هذا البلازميد لينير ويكون اوبن مفتوح في ليثال جين. هذا الليثال جين يضمن انه ما راح يصير له انغلاق لهذا البلازميد ما لم يدخل به الانسرشن، القطعه اللي احنا نريد ندخلها. اذروايز اذا صار له سيلف ليجيشن راح يسوي سايد، راح ينقتل داخل البكتيريا، وبالتالي ما راح تطلع عندنا كولونيز. فهذه واحده من النقاط يعني اللي هم الكيز اللي خليها في هذا البلازميد. طبعا هو بلازميد جاهز وهو مقطوع بانزيم، وحقيقه الريستركشن انزيم نقطه مهمه جدا في مجال الشغل بالموليكولار، لان دائما انت شغلك بي سي ار وكلونينج وترانسفورميشن او كونجوجيشن دائما تحتاج الى بروفينج او نسمي تشيكينج، يعني كونفيرميشن للشغل. فدائما نعتمد على الريستركشن انزيمز بالكونفيرميشن. يا اما اذا كان البلازميد اكو بلازميدات مغلقه مصنعه في اللابات، كثير من البلازميدات اشتغلنا عليها، تختار منها وفيها منطقه للريستركشن انزيمز، تختار الريستركشن انزيمز وتقطع البلازميد تسوي لينير ونسوي الكلونينج. واكو بلازميدات جاهزه تكون هي لينير، ففي هذه البلازميدات الجاهزه الكومباني اللي هي ثيرمو فيشر مثلا اللي ناخذ منها هذا البيجت تكون قاطعته فهو لينير ومختاره ريستركشن انزيمز فور اكزامبل بال البيجت البيجل 2. هذا البيجل 2 طبعا الريستركشن انزيم هو الانزيمات اللي تكون نستخدمها في قطع البلازميدز حتى نسوي عمليه الكلونينج، وهي عاده سيكونسها تقريبا 6 بيس بير اغلبها، واحيانا اكو 8 نسميها 8 كاترز، هذه 6 كاترز اللي هي 6 بيس بير جي اي تي تي جي اي وهكذا. فهذه الانزيمات ضروريه جدا انه دائما نخليها بنهايه البرايمرز من نصم البرايمرز، حتى اول نقطه اللي اذا شفنا الخليه هذه نمت في الانتيبايوتيك مثلا وسوينا لها اكستراكشن وسوينا بلازميد من ابرب، راح نقطع بهذا الانزيم. فهذا الانزيم لازم يكون موجود عندنا من احنا خلينا سيكونسينج، لازم يكون موجود عندنا في اللاب، نقطع به البلازميد، لازم نطلع المفروض ان تطلع لنا القطعه اللي احنا دخلناها بالطول اللي احنا نتوقعه. فهذه نقطه اولى تبين صحه الكلونينج حتى تستمر في بقيه الخطوات، لان صعب انه مثلا عبر خطوه وانت ما متاكد من شيء اللي قبله، فراح يكون يبنى هذا البروجكت على الخطا لا سمح الله. طبعا النقطه الثالثه بعد ما سوينا امبليفيكيشن وبعد ما سوينا كلونينج بالبلازميد المعين اللي اختارينا، راح نسوي ديليشن. احنا في هذه الاستراتيجيه اللي استخدمناها استراتيجيه اكثر مور ذان وان استراتيجي لوك اوت. الاستراتيجيه اللي احنا استخدمناها سوينا امبليفيكيشن بعدين سوينا كلونينج بعدين سوينا ديليشن للجين. طبعا حتى الديليشن بحد ذاته اكو فد للنوك اوت، اكو يحذف الجين كامل، بعض اللابس يشتغلون هذه الطريقه ويخلون الستارت والستوب كودون فقط. والحقيقه الاستراتيجيه اللي استخدمناها وهذه موضحتها هنا بالنيوكليوتايدز، على سبيل المثال مثلا جيني 2 كي بي، فاحنا حذفنا 1 كي بي اغلب الجين طبعا منطقه من الوسط. طبعا قلنا بعد تكون انت مسوي سيرش عليها ومسوي بانفورماتيك سيرش عليها، هذه المنطقه انت تشك بها انه هي بها الموتيفز، هي بها اغلب وظيفه الجين او البروتين تعود الى هذه المنطقه، وغالبا هي تكون بالوسط. والافضل يعني الافضل حتى واحد يكون بالسيف سايد يحذف نصف الجين او اكثر مو اقل. وفي بعض استراتيجيز طبعا بعد الحذف ما يخلون فد ليبلنج، احنا هسه ان شاء الله نشوف في الستيب الاخرى احنا سوينا ديليشن وسوينا انسرشن بنفس الوقت، يعني ليبلنا هذا السترين بجين اخر دخلناه في مكان الحذف حتى نضمن انه خلاص بعد ما راح يكون يصير ريبيرنج للجين ويرجع. الحقيقه هنا النقطه اللي استخدمنا في تكنيك معين استخدمناه في الحذف وهو الانفرس بي سي ار. شنو الانفرس بي سي ار؟ الحقيقه اتمنى تكون هذا الرسمه شويه واضحه. البي سي ار العادي مثل ما تعرفون حضراتكم نسوي فورورد هنا يكون والريفرز هنا ويسوي امبليفاينج للمنطقه اللي بيناتهم، بينما بالانفرس بي سي ار هو من اسمه انفرس بي سي ار يعني عكس تماما، يكون الامبليفيكيشن الى الخارج. هذه الاتجاهات واضحه هنا بالرسمه هذه. العفو دكتور الصوت والصوره واضحين؟ استمر. نعم نعم دكتورة تفضلي، صوت وصورة واضحين. فالحقيقة تقنية الانفرس بي سي ار اللي استخدمناها لديليشن المنطقة اللي هي سنترال من الجين اللي نشك انه وظيفة الجين تتركز على هذه المنطقة. الانفرس بي سي ار يكون عكس البي سي ار، يعني البرايمرز هنا تكون الريفرز يكون الاب وهذا الداون يكون الفورورد، واتجاههم يكون مو الانترنال الاكسترنال، يعني من صممنا فورورد وريفرس راح يصير بهالشكل هذا، هذه الدائره
اتوقع موضحته شوي. هذا الفورورد والريفرز من راح يسوون امبليفيكيشن للمنطقه، راح يصير لها امبليفيكيشن وذات هذه المنطقه، يعني راح يتجاوزوها، فهو لذلك يعني دائما يصير لها امبليفيكيشن الى خارج البرايمرز. هذا شوي اكو اختلاف بتصميم البرايمرات عن النورمال بي سي ار، هي نفس الريفرنس تقريبا، بس تتاكد من الاتجاه وتحديد المنطقه بحيث انه عكس البي سي ار العادي، انه الفورورد والريفرز من تحدي المنطقه راح تصير لنا امبليفيكيشن لهذه المنطقه، بينما هنا من نسوي فورورد وريفرز راح تصير لنا ديليشن لهذه المنطقه بالضبط. وفراح يطلع لنا البي سي ار برودكت هو اكيد لينير، يحتوي على البلازميد اللي احنا حقيقه سوينا له كلونينج مثل بي جيت من الطرفين، وبالنص راح يكون الجين وذات المنطقه اللي احنا ردنا نحذفها، يعني صار لحذف. وهنا البرودكت اللي طلع لنا هو لينير حقيقه، واحنا بدنا ندخل الى البكتيريا ونحتاج انه يكون حلقي بلازميد يعني. فاكو موردان في كل خطوه هي موردان وان تكنيك، احنا التقنيه اللي استخدمناها سوينا انسيرشن لجين بمنطقه الديليشن هذه وسوينا كلونينج، فراح نضمن راح يصير لنا عندنا بلازميد حلقي وراح يصير ليبلنج لهذه السترين. بينما اكو مثلا استراتيجيز اخرى تسوي بس لايجيشن، تستخدم اللايجيز او التي 4 انزيم اللي يحاول لنا هذا البلازميد اللي صار لينير واللي يحاول على جين النوكت جين يحوله الى حلقه ويدخل البكتيريا وذات خلاص. بس احنا فيها تجربه اكزامبل اللي اخذناه اليوم خطوه مو اضافيه، خطوه مهمه جدا صراحه من التجربه اعتبرها في نوك اوت وانسيرشن فتكات كاسيت. احنا اخذنا كات كاسيت او اي كاسيت اخر فتجين في مقاومه لانتيباتيك معين. الحقيقه بعد الحذف من تخلي الجين تسوي انسيرشن لجين مقاوم للانتيبايوتيك، هذه بها صراحه نقطتين مهمات ضروريه جدا بنجاح الطفره بالمستقبل، يعني بنجاح البروسيس. النقطه الاولى انت راح مثلا احنا اخترنا كلورامفينيكول ريزيستنت جين الكات كاسيت، يسمى كات كاسيت دائما نستخدمه بالكامبي. هذا الحقيقه من راح تسوي له انسيرشن او كلونينج بالبلازميد، هسه ان شاء الله اعيد لكم اشرح لكم اياها على الصوره. راح لها اهميه بنقطتين مهمه جدا. الاولى راح يسوينا ليبلنج للسترين، يعني الوايلد تايب هي متاكدين منها، اكو بعض السترينات مقاومه لبعض الانتيبايوتكس، لازم تتاكد السترين المستخدمه انت مثلا ما مقاومه لهذا الانتيبايوتك. السترين اللي انا استخدمته متاكده منها ما مقاومه للامبيسيلين لان استخدمت البيجت، ما مقاومه للكلورامفينيكول، استخدمنا راح نستخدم الكات كاسيت الليبلنج. فالسترين الناتجه الجديده اللي راح تكون ميوتنت، لانه الحقيقه كونفرميشن ميوتنت يكون بمور ذان وان واي، اكثر من طريقه، يعني بعد ما انت سويت له كونفرميشن وشفت الجين موجود تسوي هول جينوم سيكونسينج. من النقاط المهمه انه اول ما انت سويت الترانسفورميشن وانتظرت بعد اثنين او ثلاثه، الحقيقه الكامبلا وقت تختلف عن بقيه البكتيريا اللي هي تنمو بالاوفر نايت 17 اورز، هي تحتاج 40 الى 48 ساعه لنموها في الجروث كيرف العادي. اما في حاله انه دخلت لها جين او دخلت لها بلازميد يعني اشتغلت عليها جينيتكس راح تضعف فراح تنمو بوقت اطول من الوقت الطبيعي اللي تحتاجه البكتيريات العاديه، يعني تاخذ لها 72 ساعه 3 دايز من 2 الى 3 دايز لتطلع عندنا كولونيز. اول خطوه الكولونيز من طلعت عندنا بعد ما دخلنا هذا البلازميد واللي احنا نريد نشوف اكو طفره صارت بالوايلد تايب او لا، راح نسوي كل البروسيس على طبق مقاوم للكاسيت اللي احنا اختارناه الكلورامفينيكول مثلا، هذا راح يحد لنا من نمو الكولونيز، راح تطلع لنا واحده او اثنين او ثلاثه فقط. هذه اللي طلعت احنا تقريبا شبه متاكدين من قبل ما نختبرها بالبي سي ار او بالسيكونسينج انه هي مقاومه للكلورامفينيكول، فاذا هي ماخذت البلازميد اللي هو بي جين المطفر واللي هو حاوي على الليبلنج هذا اللي هو الكلورامفينيكول، بحيث هذه السترينات الوايلد. هسه احنا هم هناك جماعه في شغلهم يسوون يعني بانك من السترينز، بانك من السترينز للبكتيريا وسترين بانك للبلازمنتس ايضا. فالحقيقه لو مثلا عندنا 4 years احنا خازنين بكتيريا وهي مطفره ونريد اول نختبرها المفروض هي تكون ملايبله يعني فيري ويل ويل ليبلد، بس لو شكينا انه هل هذه الكامب اللي مطفريها واحنا مدخلين بها كات كاسيت او لا، لاول وهله مجرد انها تنميها على الطبق اللي يحتوي على الانتيبايوتيك المفروض انه تنمو والوايلد تايب ما تنمو. هذه نقطه مهمه جدا. طبعا بعد اختبار صلاحيه الطبق احنا دائما من نصب الاطباق ونخلي التركيز اللي يشتغل عليه هذا الكاسيت المعين او البلازميد المعين اللي هو ريسيستنت له، المفروض تختبر الطبق مباشره قبل ما تستخدمه، يعني قبل يوم انه تختبره. مثلا انت صبيت طبق وفيه امبيسيلين
بحاله تستخدم بيجت او صبيت طبق بكلوران فينيكول في حاله عندنا بلازميد وفي كات كاسيت. تختبر هذا الطبق يعني تاخذ طبقين واحده تنمي عليها وايلد واحده تنمي عليها هذا البكتيريا الحاوي على الكاسيت او حاوي على البلازميد وتشوفه يشتغل او لا، يعني متاكد انه ما يتم عليه الوايلد تايب اللي ما عندها صفه المقاومه. فطبعا لان كل خطوه يعني وكل ستيب تحتاج الى تشيكينج، يعني تكون ميك شور متاكد من اكثر من جانب حتى ما يجوب العمليه تشك، لانه الحقيقه شغل في المايكرو الموليكولار وليس المايكرو بيولوجي، انما المولكيولار صعب جدا ويكون دقيق اكيوريت، واي خطوه يعني خطا بسيط تقبل عنها تكون مثلا مو بالك او شيء يؤدي الى خطوات اللي بعدها تكون خطا او ما تعطيك اي ريزلت، تشتغل فور ويكس without result. فان شاء الله هسه هذه الستيبس اتمنى ان تكون واضحه، وهذا فد دياجرام بسيط اللي شرحناه اللي هو مسوينا ابليفيكيشن للجين وذ 1 كي بي ابستريم دام ستريم، بعدين سوينا له بي سي ار فطلعنا التارجت جين مع المنطقه الاب والداون، بعدين سوينا كلونينج بالبي جيت فصارت حلقيه بهالشكل هذا، بعدين هذا البي جيت ويا الجين بس قبل التطفير، بعدين نسوي التطفير بالانفرس بي سي ار اللي قلنا هذه البرايمرز تكون الفورورد من الاسفل وهنا الريفرس، وراح تكون بهالشكل هذا الامبليفيكيشن بحيث يضمن ان المنطقه هذه الوسط اللي نريد نحذفها ما راح تصير لها امبليفيكيشن، فراح يعطينا انفرس بي سي ار بشكل لينير اللي هو حاوي على البلازميد والجين المطفر الميوتان جين من الطرفين، بعدين ندخل الكات كاسيت اللي هو يضمن لنا الليبلنج ويحول لنا البلازميد الى حلقي ويضمن لنا انه صار ديسربت بالمنطقه وما راح يصير لها ريبيرنج. فالنتيجه طبعا بعد الشغل مانثز اللي تحصل على بلازميد حاوي على جين طافر، والحقيقه احنا اشتغلنا في بحث من ثلاث بلازميدات لثلاث جينات طافره مختلفه اللي اختاريناها من هذا الكلستر اوف جينز. طبعا بعد ما سوينا البانفورماتيك سيرش واي احنا اختارينا هذه الجينات بالذات مو غيرها من الجينات يعني. فحصلنا على هذه بالنهايه بعد هذه الستيبس الاربعه على بلازميد، هذا البلازميد حاوي على الميوتان جينز وهذا الميوتان جينز ليبلينج وذ الكاسيت الكلوران فينيكول، يعني هسه هذا البلازميد المفروض من يدخل الى بكتيريا تكون تصبح مقاومه للكلوران فينيكول. الحقيقه هذا ما اعرف من كنت اقلب بالسلايدات وخلي حضرتها خطرت ببالي انه اوضح لحضراتكم ليش احنا هنا بنسوينا بي سي ار سوينا كلونينج بالبي جت بالليجيشن، وهنا بنسوينا بي سي ار وكلونينج كان نسميها انفيوجن او جيبسون كلونينج. الحقيقه اكو الكلونينج تكون نوعين بشكل مبسط يعني حتى زملائنا الباحثين العلميين يستفادون منها في تصميم البرايمرز. احيانا نصمم برايمر بحيث تكون الاند مع البلازميد، يعني برايمر القطعه مع الاند مالت البلازميد تكون متطابقه، يعني نخلي دائما من نصمم برايمر ريستركشن انزيم بالاند مالت البرايمرز نفس هي الريستركشن انزيمز اللي نستخدمها لقطع البلازميد، وراح تجي تنطبق النهايه على النهايه الستيك اندز، يعني تلقى النهايه اللي تشابهها كومبلمنتري وتسوي لها كلونينج تصير يعني تتحد. فهذه الكلونينج يسمون بالليجيشن، وهذه التي 4 او الليجيز نستخدم الانزيم في هذه البروسيس. طبعا العمليتين هم يؤدون الى كلونينج ويصير انسيرت القطعه بالبلازميد، بس الحقيقه يختلفون في تصميم البرايمرز. الحقيقه غالبا يستخدمون الليجيشن كلونينج وهي الدارجه، بس الانفيوجن كلونينج احدث من الليجيشن كلونينج. الجيبسون كلونينج استخدمته كثيرا في اكثر من تجربه بالبحث. واحب اوضح نقطه مهمه يعني لاخواننا وزملائنا الباحثين، انه كنت دائما من نخلي بلان تجربه واصمم برايمرز ارجع للمشرف كان يفضل الانفيوجن كلونينج. واي؟ الحقيقه اكو سببين مهمات ليش انا افضل الانفيوجن كلونينج غالبا عن الليجيشن. الانفيوجن كلونينج شنو الفرق عن الليجيشن؟ انفيوجن او نسميها جيبسون كلونينج بالنسبه الى العالم جيبسون اللي اخترع هذه التكنيكس يصير بها اوفرلابينج بالانز، يعني من نصمم القطعه ما راح تجي بدايه القطعه مع بدايه البلازميد المفتوح والنهايه مع النهايه، لا وانما تصير في المنطقه اوفرلابينج تتراكب، يعني مثل عندنا هسه هذه المنطقه الحمراء الغامقه هذه ما لا تقل عن 15 بيس بيرز في تصميم البرايمرز راح تختلف، يعني المفروض احنا البرايمرز هنا ناخذها من القطعه فقط ويكون 20 الى 25 مثلا بيس بيرز عاده، وما ناخذ سيكونسينج من البلازميد. في الانفيوجن راح ناخذ
حقيقة 15 بيس بير من السيكونس البلازمد مع 25 بير بيس بير من المنطقة الدي ان اي بيس اللي احنا نسوي لها امبليفيكيشن فراح تختلف. فقلنا شنو اهميه هذا الانفيوجن كلونينج وليش يفضلوها وهي طبعا اكثر مودرن من الليجيشن. هذه تجنب ان السيلف ليجيشن هنا البلازميد راح يكون مقطوع بنهايات الستيك يمكن احيانا ان تلتصق مع بعضها وراح تطلع لنا كولونيز وراح نتوقع ان بها البلازميد اللي حاوي على الجين اللي احنا ردناه وبالحقيقه يكون البلازميد فارغ امتي يعني وصار الالتصاق. بينما الحالات هذه مو تنعدم وانما تكون اقل بكثير يعني السيلف ليجيشن يكون اقل بكثير في حاله الانفيوجن. ونقطه ثانيه ليش نفضل الانفيوجن عفوا الانفيوجن بما انه الانفيوجن هذا التكنيك يكون التحام القطعه مع البلازميد بشكل اوفرلابينج راح نستخدم هذه في حاله القطع الكبيره من عندك امبليفاينج مور ذان 1 كي بي. الحقيقه السيستم اللي اشتغلنا عليه سوينا في البدايه اختبرناه في ايكولاي وبعدين هذه كانت اخر خطوه انك اوت سويت الامبليفيكيشن وهو عباره عن 9 كي بي وكان كبير جدا. فمن في البدايه صممنا استراتيجيز بالليجيشن فشلت هذه التجربه يعني ما كنا نحصل على الكولونيز وحتى من تكون نحصل على الكولونيز ونستخلص البلازميد بالبلازميد من الرب يطلع لنا البلازميد امتي فارغ وذات القطعه ليش لانها كبيره. فدائما يكون هذا الالتصاق نسميه لوز اقل صراحه قوه من الالتصاق بالاوفرلابينج. فهذه نقطه جدا مهمه ليش احنا نفضل الانفيوجن كلونينج على الليجيشن لانه هي تضمن لنا التصاق قوي. وهذه حاله نستخدمها في قلنا من نريد نسوي كلونينج لقطعه من الدي ان اي تكون كبيره مور ذان 1 كي بي 2 كي بي مثلا عندنا 10 او 9 نفضل الانفيوجن كلونينج تعطينا المفروض نفس النتيجه بس تفضل. والخطا السيلف ليجيشن اللي توهمك بانه صارت الكلونينج صحيحه ويطلع البلازميد امتي هم راح يقل بنسبه كبيره جدا في حاله الانفيوجن تقريبا ينعدم بحاله الانفيوجن كلونينج. ذاتس واي هم يفضلوها تقريبا في من نريد نسوي انساب في القطعه ببلازميد معين. الحقيقه بعد ما اشتغلنا كل هذه الاستيابات وحضرنا البلازميد اللي هو هنا موضح اللي هو عباره عن البلازميد حامل الجين المطفر وليبلنج بي يعني الجين اللي يعطينا المقاومه لهذه السترين نحاول هسه الهدف الاساسي ندخله للبكتيريا مالتنا اللي هو احنا اشتغلنا عليها الكامبيلوبكتر جيجوناي السترين تسمى NCTC11168 اللي هي الممرضه واللي هي تنتقل من الدواجن للهيومن. البرنسبل اللي يصير على اساسها مثل ما حضراتكم تعرفون في مجال المولكيولار يصير على اساسها كيف البلازميد الحامل الجين كيف يعطي هذا الجين الميوتنت لل الجينوميك مالت الاورجانيزم يعني كيف يصير هذا الجين اللي طفرنا ودخلناه ببلازميد يصير جزء من دي ان اي الاورجانيزم بمبدا برنسبل الدبل كروس اوفر ريكومبينيشن اللي نسميه هومولوجو. يعني ذاتس واي احنا من اخذنا منطقه الجين اخذنا منطقه كبيره قبلها وبعدها بحيث انه يتعرف على الجينوم بسهوله وبالتالي راح نشوف هذه الصوره مبسطه توضح لنا انه شلون احنا المبدا يشتغل مع الهومولوجو ريكومبينيشن وشلون البلازميد يعطي القطعه للجينوميك مال البكتيريا وبالتالي بعد ما يعطيها القطعه هذا البلازميد النوع اللي بيجيت 2.1 هو من نوع سويسايد يلتصق ويتحلل داخل البكتيريا. اكو من البلازميدات تتحلل باضافه ماده معينه بتمبرشر عالي البلازميدات تتحلل انه بيها جين سويسايد مثل هذا البيجت اللي استخدمناه في تجربتنا. الحقيقه بعد ما سوينا ترانسفورميشن والترانسفورميشن طبعا انواع مختلفه اكو نورمال ترانسفورميشن اكو كونجوجيشن باي بارنتال كونجوجيشن اللي كان بيشتغل معاها مثل ما قلت لحضراتكم يعني كان بيجوناي اصعب من بقيه الانواع البكتيريا الايزي اللي تكون ايروبيك واللي تكون نموها سهل وتكون الاوفر نايت مالتها قليل 17 ساعه مثلا. حتى في طبيعه جينومها اكو نقطه مهمه هنا احب اعرج عليها ان شاء الله ما كنت طولت واثقلت على حضراتكم. نقطه البي سي ار طبعا هو يعتبر من نعتبر هسه احنا يعني اصبح من التكنيكس السهله بس هي اول تكنيك تحتاجها في شغل الجينوم يعني دائما تحتاج امبليفاينج جين حتى تسوي له نوك اوت تسوي له اكسبريشن. احيانا يصير بروبلمز وسيلونا زملائنا الحقيقه نحتاج ورشه خاصه بس ما هي الشوتنج البروبلمز اللي تصير بالبي سي ار وهي اشياء واسباب بسيطه تخلي لك ما تطلع لك برودكت يعني تشتغل فور ويكس وانت الخطوه الاولى ما قاعد تطلعها يعني تصمم البرايمر صحيح ومستوفي الشروط بس
ما يعطينا نتيجة، يعني يطلع وذاته برودكت أو يطلع برودكت معه برودكت لاين آخر نسميه برايمر تايمرز. نقطة مهمة أنه أحب أوضحها، الحقيقة جينومك الأورغانزمز اللي تشتغل عليه مثلا، يعني لأنه هو البروبلم اللي ما تعرضت لها في بحثي من اشتغلت على الكامبي، الحقيقة الصعوبة اللي اشتغلت في شغل الكامبي مو مثل الإيكولاي مثلا. نسميها أحيانا أكو جينوم، دائما احنا مثل ما تعرفون حضراتكم بتصميم البرايمرات جي سي كونتنت مال البرايمر لازم تكون من 40 الى 60 مثلا، والطول مال البرايمر يكون 20 الى 25، والتمبرشر كذلك تكون من 50 الى 60 او اراوند يعني 45 الى 55 مثلا. الحقيقه اكو بعض الاورجانيزمز يعني سيكونس مال الاورجانيزم الجينوم نفسه لهذا الاورجانيزم انت ما تقدر تتلاعب به، هذا يسبب لك بروبلمز بالبي سي ار. وانا عانيت من هذه الحاله في مرحله او خطوه من خطوات البحث، كنا نصمم برايمرات مستوفيه للشروط بس انه والطول المعين والتيامه، لكن الجي سي ما تطلع بهذا بالليفل المطلوب، يعني تكون فيري لو جي سي، وهذا الجي سي مثل ما نعرف انه هي ثلاث روابط البانس مالتها، فهي اللي تؤدي الى يعني تدعم الكومبلمنتيشن اللي يصير بعمليه البي سي ار. فحقيقة البروبلمز اللي عانيناه في هذا الأورغانيزم، يعني أحب أوضح الأخوان والزملاء أن بعض الأورغانيزمز تكون هي سيكونس الأورغانيزم الجينوم مالتها صعب. يعني أرجع لكم باك لهذا السلايد مثلاً، for example هذه المنطقة الآن أصمم بها برايمر تكون هاي تي أي ولو جي سي، فهذه المنطقة يعني من آخر 20 إلى 25 ما راح تعطيني نسبة، وأحتاج أطور البرايمرز أو أزحف في المنطقة إذا أقدر، if it's possible يعني أزحفها up أو down بحيث أنه أجيب منطقة تكون بها جي سي عالية حتى تعطيني برودكت من أصمم البرايمرز. فبعض البروبلمز اللي تصير بالبي سي آر سببها جينومك الأورغانيزم نفسه، يعني دي إن إي سيكونس كان بيختلف عن دي إن إي الإيكولاي. ونقطة ثانية الريجن المنطقة اللي أنت اختاريتها مثلا، يعني اختارت المنطقة في سيستمك إذا تقدر تزحف تسوي قبله أو بعد بحيث تكون هاي جي سي أفضل من اللو. الحقيقة الكامل بهذه المشكلة وذكرتها المبارات اللي هي هارد أو ديفيكولت بالكلونينج وبالبي سي آر، لأنه الجي سي بها جدا لو اللي هي نورمال بالجينوم مالتها بس دان 40 يعني 30-31% اللي هي أقل من بقية الأورغانيزمز أو البكتيريا اللي نتعامل معها باللاب. فهسه بعد ما دخلنا البلازميد اللي هو حاوي على جين المطفر واللي هو صارت العمليه بالهومو بالبرنسيبل الدبل كروس ريكومبينيشن او نسميه هومولوجوس ريكومبينيشن، المفروض انه بعد الاوفر نايت، وطبعا شرحت لحضراتكم اوفر نايت هذا النوع من انواع البكتيريا تكون يومين الى ثلاثه ايام، خاصه بعد ما تشتغل عليها شغل جينيتيك مثلا، هي في الحاله الطبيعيه 40 اورز تعطينا جروث، في حالة أنه اشتغلنا عليها ترانسفورميشن راح تعطينا جروث بعد ثلاث أيام مو قبلها، يعني مو قبل 70 أورز. والترانسفورميشن طبعا هي أنواع ناتشورال وإلكتروبوريشن. الحقيقة احنا دخلنا البلازميدات المطفرة، أرجع لكم للصور، البلازميدات المطفرة هذه دخلناها للوايلد تايب الكامبي وايلد تايب بالإلكتروبوريشن بتقنيه تسمى الالكتروبوريشن حتى تحفزها على الترانسفورميشن اسرع، مو الترانسفورميشن النورمال اللي نشتغله بالايكولاي مثلا. لو فرضنا انه سوينا هذا الستبس ومشت صحيح وبعد الاوفر نايت بعد ثلاثه ايام مثل مثالنا في البحث في الورشه طلعت لنا كولونيز مثل هذا البليتس، طبعا كان بتحتاج انرش ميديا دائما بي اتش اي مع بلاد او بلاد اجار او بي اتش اي او مولر هنتن نورمالي بيتر ان بلاد يعني التيبيكال انها. حتى في هذه الحاله الترانسفورميشن هنا هذا الميديا نوصى بها في هذا الاورجانيزمز تكون دبل انريتش، يعني هذا الميديا اللي نحضرها للترانسفورميشن بالكامبيلوبكتر تكون بي اتش اي مع بلاد اذر دبل حتى تدعم الخلايا المطفره لانها راح تكون ضعيفه وتساعدها على النمو، بهذا احنا تجربه كنا نعيدها ماني تايمز، يعني وانت متاكد البلازما تطاف صحيح ومتاكد من هذه ما تطلع لك 1 او 2 كولونيز، انت تريد ات ليست 3 ايزوليتس من كل ميوتنت فتعيد التجربه اجين. يعني فلو فرضنا انه كمثال انه حصلنا على بعض الكولونيز على بليتس وهذا البليتس فيه كلورامفينيكول وضمننا انه نتوقع انه صار صحيح هومولوجو وصار الجين المطفر ضمن الجينوميك وهو مقاوم للانتيبيوتيك
الاسيستان جيني اللي خلينا احنا. الخطوه الاولى نسوي جينوميك اكستراكشن لهذا الاورجانيزم، نستخلص الاورجانيزم بك طبعا كتاب موجوده وبروسيجر استخدامها هم موجود ستيب باي ستيب. بعد ما سوينا اكستراكشن للجينوميك دي ان اي الحقيقه نستخدمه از تمبلت في بي سي ار كونفيرميشن مع برايمرات احنا اللي سويناها بالبدايه. والحقيقه هنا اكو طبعا في كل خطوه اكو مور ذان 1 تايب، مور ذان 1 استراتيجي لاجراء العمل او للكونفيرميشن. الحقيقه بعد ما سويت الطفره تقدر اول قلنا اول كونفيرميشن ان لمت على البليت البي انتي بايوتيك اذا كنت مدخل فيها كاسيت، وقلت اكيد انه هذه تكون حامله للجين المطهر. الخطوه الثانيه اسوي بي سي ار كونفيرميشن. البي سي ار تقدر تكونفيرمها بمور ذان برايمرز، يعني تقدر تستخدم البرايمرات اللي سويناها اول مره الفورورد والريفرس. في طبعا كل شغلنا راح يكون وايلد ميوتنت، وايلد ميوتنت حتى تصير كومبارسن يعني تكون فير، بحيث النتائج تكون نضمن انها تكون اكوريت وصحيحه. فتكون ثيرم البي سي ار للطفره يكون باكثر من برايمر، اكثر من طريقه، يعني قد تاخذ البرايمر الفورورد والريفرس والجينوميك مالت الميوتنت ورياكشن اخر الجينوميك مالت الوايلد تايب. فالمفروض القطعه اللي تطلع لنا هذه تكون مثلا في المفروض احنا نحسب السايز مالتها وتكون يعني ايش قد المفروض احنا نتوقعها بالميوتنت، ايش قد نتوقعها بالوايلد، المفروض تختلف. مثل اكبر تكون لان احنا سوينا انسرشن كات كاسيت. بس في حاله انا هسه في بحثنا هنا الحقيقه باي تشانس من الصدفه انه الكات كاسيت كان بحوالي 900 بيس بير الى 1 كي بي، 996 بيس بير تقريبا، والمنطقه اللي حذفناها احنا هم 1 كي بي. فانا لو كنت استخدمت الفورورد والريفرس جينز بالوايلد والميوتنت القطعه اللي راح تطلع لي تكون متشابهه في السايز. فاحنا استخدمنا طريقه اخرى وهي هم فعاله حقيقه، نستخدم مثلا فورورد البرايمر الجين الاصلي مع ريفرس الكات كاسيت اللي استخدمناه الجين الموجود، او تقدر تسوي العكس واحنا سوينا الحالتين، بس فورورد الكات كاسيت مع ريفرس الجين. هذه الخطوه في الاستاد اللي بعده وضحتها هذا كمثال. احنا صراحه مو في صدد نعرض لحضراتكم نتائج البحث لانه احنا ناخذ از اكزامبل. بعد ما سوينا اكستراكشن وسوينا الكترو فورسز اناليسز، المفروض الوايلد تايب الحقيقه من استخدمنا برايمرات الجين مع الكات كاسيت ما تعطينا برودكت، يعني تكون انت ما تعطينا اي برودكت للبي سي ار لانها فعلا ما عندها كاسيت، والمفروض الميوتنت اللي تعطينا البرودكت طبعا وبالطول اللي احنا محددين يعني بالورق. طبعا اكو نقطه مهمه جدا احب اوضحها لزملائنا، شغل قلنا الموليكولار هو دقيق جدا وصعب، فالحقيقه تحتاج انه فتره طويله تقرا وتخلي البلان على مثل ما وضحت لحضراتكم سيكونسينج فولدرات من هذا السيكونسينج، يعني انت تسوي الامبليفيكيشن وتسوي البرايمر ديزاين وتسوي الطفره وتسوي الكاسيت وكامل، يعني تشتغل تجربه على ورق بالوورد وصح تحصل موافق عليها من قبل طبعا المشرف او الدايركتر، وبعدين تاوردر المواد اللي تحتاجها والانزيمز وتشتغلها في اللاب. فكل خطوه انت المفروض تشتغلها، مثلا اليوم اشتغلنا السير اول او الثانيه، النتيجه المتوقعه موجوده يعني عندك بفولدر بالمايكروسوفت، ترجع لها هل انه هذه الخطوه صحيحه ولا، واذا خطا شنو الخطا اللي موجود هنا بالديزاين انا من صممت التجربه اللي ادى الى حد الخطا في اللاب. لان يعني صعب شغل المولكيولر اجي انا الصبح واحضر موادي واشتغل اليوم اخطط لهذه التجربه، هذا صراحه ما يؤدي الى اي نتيجه بمثل هكذا تجارب. المفروض ان تكون مخططه جدا وتاخذ راي اكثر من وان دايركتور او تيشر عندك او هيد او مثلا زميل لك مثلا، بحيث انت لان نعرف احنا حتى احنا هسه في مختبراتنا صعب من توردر برازمد ومن تشتغل او من تجيب كتلك لونينج معينه هل هذا لازم مناسب او لا. فكل التجربه راح تكون بلاند مخططه في فولدر، يعني تكون على ورق بعد ذلك نشتغلها ستيب باي ستيب، وكل خطوه يطلع بخطا ترجع للفولدر اللي عندك. الان سويت خطا في الديزاين راح اكيد تلقى خطا معين، واذا انه ماكو خطا معين فتعيد التجربه مره اخرى. لان اكو صراحه اكو فدنا نقطه مهمه جدا بالشغل الموليكيولر. شغل الموليكيولر مو مثل بقيه الشغل، مثلا انا اشتغل على جروث كيرف او اشتغل على مثلا اجمع عينات واحللها او التقطيع النسيجي، لا تاخذ حقيقه وقت اكثر من الوقت المخطط له بالبلان، تاخذ اكثر من الوقت اللي انت تتوقعه مثلا، لان هم يسموها باي تشانس اكو فد بها probability نسبه نجاح ونسبه فشل بالبي سي ار بالكلونينج بالترانسفورميشن
عادة يعني تكون هذه النسب، وش قد ما كان الأورغانزم مثل البكتيريا اللي تعامل معها صعب في ظروفه، صعب في ظروف التنمية، صعب في احتياجاته، راح تكون نسبة البروبابيليتي اللي تنجح العملية أقل من البقية، فدائما تحتاج إلى الإعادة أكثر من 3 مرات أغلب الأحيان. فهذه نقطة مهمة جدا، إنه شغل الجينيتكس بي بروبابيليتي احتمالية معينة، لأن أحيانا أنت تعيد البي سي آر أو الكلونيك أو الترانسفورميشن ورجعت الفولدر اللي موجود عندك على الورق ولقيت كل شيء صحيح، أنت تحتاج تعيد، لأنه هذه العادة قد تطلع، لأن هي تبقى احتمالية، احتمالية نجاح السكسسفول هذه البروسيس، يعني دائما الجينتك فيه probability، فيه احتمالية، فأكيد ما راح تنجح تجربة من first step، أكيد بعد الثالثة الرابعة العاشرة أحيانا أو أكثر. الحقيقة هسه ما أطول عليكم زملائنا الأفاضل، بعد الجينوم اكستراكشن والبي سي آر كونفيرميشن للنوك أوت، صراحة المفروض نختبرها الفينوتيبك تيست، يعني الفينوتايب الناتج بعد الطفره المفروض نختبره مثلا في حاله البكتيريا جروث كيرف. بس اكو نقطه مهمه احب اوضحها لحضراتكم، وكان مشرف السيد المشرف اذكر يركز عليها، انه احنا تاكدنا من الطفره وسوينا كونفيرميشن للبي سي ار هو اتسفاين، يعني اوكي نبتدي نشتغل تجربه الفينوتايب مثلا الجروث كيرف وهذه، ونرسم في نفس الوقت عيناتنا للجينوم هول جينوم سيكونسينج اللي هي دبليو جي اس اللي هو مختصر الهول جينوم سيكونسينج. هذا شنو معناته؟ انه مو نسوي استخلاص للجينوميك للسترين اللي هي ميوتنت حتى استفاد منه بالبي سي ار، واخذ جزء من عنده ارسله لسيكونسينج الجينوميك از هول. شنو فائدته هذه؟ هذه الحقيقه فائدتها مهمه جدا، ان بروف ان شغلك صحيح او انت ماشي في اللاين الصحيح، بحيث انه النتائج اللي تطلع لك ناتجه من فعلا المستحدثة وليس طفرات أخرى. فالهول جينوم سيكونسينج فائدتها صراحة تبين أنه هل الجينوم طبعا ترسل عينات الميوتنت مع الوايلد تايب، فهل وتسوي لها كومبارسن بعدين في بروغرامز معين يسوي لها أسامبلي، فتتأكد أنه هل فعلا الجينوم السترين الطافرة هذه المطفرة ما حاوي على ميوتنت غير الميوتنت اللي احنا استحدثناها، قد تكون صارت ناتورالي او بسبب انديوزد، يعني مو ناتورالي، بسبب الطفره اللي احنا سويناها ادت الى حد الطفره في مكان اخر. فمن يطلع انه الجينوم صحيح والاسامبل يعني كومباريسن بين جينوم الوايلد والميوتنت ما بي اي اختلاف، فقط المنطقه اللي احنا اشتغلنا عليها في هذه الحاله راح مور ميك شور يعني انه شغلنا صحيح مضبوط، والفينوتايب اللي نتيجة هذه الميوتنت مو غيرها ولا ميوتنت أخرى عرضا صارت سموير من الجينوم. هذه نقطة مهمة جدا، وصراحة مو كل اللي يشتغلون جينيتكس أو نوك أوت يسوون هول جينوم سيكونسينج، بس هو مهم جدا، لأن أكو بعض الطفرات تنديوس طفرات في جينات أخرى أنت ما مشتغل عليها، وبالتالي النتيجة اللي طلعت لك ما راح تكون أكيدة أنه سببها هذا الجين المطفر، قد تكون الجينات الأخرى اللي صار لها تطفير induced بسبب هذا البروسيس مثلا. فالهول جينوم سيكونسينج مهم جدا حتى نختبر ان طفراتنا صحيحه ونتائجنا الريزلت اللي حصلنا عليها من هذا الجين هي فعلا اللي احنا نشك بها او المتوقعه، وما نقدر نعزيها الى سبب اخر غير هذا الجين فقط. والحقيقه قلنا بعد ما سوينا كونفيرميشن بالبي سي ار نرسل عينات للهول جينوم سيكونسينج، ايضا نسوي ابسط تجربه في الميكروبيولوجي نسوي جروث كيرف، فنسوي كومبارسن. هذه حقيقه احنا مو في صدد نعرض نتائج البحث لان الموضوع بروسيس جنرال، انما فور اكزامبل مثلا احنا كنا نشوف في الجينات اللي طفرناها تاثر على تشتغل ب يعني لها اهميه بايرن ترانسبورت بالبكتيريا، فإذا نمت البكتيريا في وسط انرج ما راح تحتاجها، يعني هو بي ايرون كنا نضيف للوسط ايرون او اي وسط انرج بي هاي ايرون بتحليله، بينما اذا نمت في وسط مينيمال ما يحتوي على ايرون راح نشوف يصير الديفكت واضح بالسترين اللي حذفنا منها هذا الجين اللي هو له اهميه بالايرون ترانسبورت. والحقيقه احنا السترينات مثل ما بينت لحضراتكم احنا بشغلنا سوينا الطفره بثلاث جينات مختلفه من الاوبرون في 3 بلازميدات مختلفة، وكانت الاستراتيجي الخيار أمامنا، وأي باحث أنه يريد يسوي أكثر من طفرة يقدر يسويها، يعني
شلون نقول السترينات الناتجة، السترين الميوتنت الناتجة قد تحتوي على سينجل أو دبل أو تربل ميوتنت. الحقيقة السيد المشرف من خلال البلانرتيا أنه أريد يختبر كل جين على حدة، فارتيانا أنه البلازميد ندخله في 3 different isolates من البكتيريا، بحيث هذه الثلاث بكتيريات هي وثلاثة growth curves ناتجين من 3 mutants، كل واحدة حاوية على بلازمين من جين، وكان نقدر أن نسوي double في واحدة مثلا أو triple. هذا صراحة project الطالب اللي بعد استلم البحث اللي هو كان المخطط إلى أنه الدبل والتربل ميوتنت يدخلهم في ايزوليت واحدة، ونحصل على سترين كان بها كل هذه الجينات الثلاثة ما موجودة، أو ذول الجينين بس أو ذول الجينين فقط. بس الشغل اللي اشتغلنا احنا سينجل ميوتنت بس ثلاث ايزوليت مختلفة، يعني حصلنا على كان فيها جين P19 مطفر، كان فيها جين 60 مطفر، كان فيها FTR1 for example مطفر، ونشوف الكونديشن اللي احنا شكينا بيها. ففعلا انه هذه الميوتنتات كانها يعني از كومبير ويا الوايلد ما بيها ضعف في حاله الميديا اللي احنا نشك فيها انه وظيفه هذا الجين. طبعا الانريتش ميديا بيها ايرون، عن الديفكت راح يظهر في الميديا المينيمال اللي ما بيها ايرون، لان هو هذا السيستم تحتاجه في حالات الطوارئ البكتيريا، تحتاجه في البيئه مينيمال ما بيها ايرون او بيها ايرون بشكل نسميه الفرق فورم اللي هو صعب على البكتيريا تاخذه، تحتاج السولابل الفرص فورم. فهذا السيستم يساعدها على تقوم بهذه الوظيفة. بما أنه هو هذا السيستم هنا inhibited، فشفنا الgrowth curve inhibited وفرق عن الوايلد طبعا significantly، وبالأخص هسه واحد من هذه الجينات شوف تأثيره. طبعا البروجكت والبحث العلمي مستمر، طالب بعد طالب يستلمه. فهسه هذه واحد من الجينات هذا اللي باللون الأصفر، يعني تأثيرها أكثر من هذه، وهذه تأثيرها أكثر من الجين الآخر. لذلك احنا سوينا single mutant مو double أو triple mutant، رغم احنا عندنا 3 mutantات ونقدر ندخلها بالبكتيريا ونسوي بكتيريا طافرة، يعني طفرها 3 مرات نفس الايزوليتس، بس احنا اخترنا تكون single في 3 different isolates. I for example يعني طبعا هو الباحث من ديزاين التجربة يكون مخير كيف يحط البلان، قلنا لأن بالبداية أكيد بلانة تعتمد على knowledge بعد ما سوى search بانفورماتيك search وخلى شغله كله على papers ويتوقع نتائج اللي تطلع له وبعدين يبدأ شغل مثلا. هذا السلايد بشكل مبسط يوضح لنا أنه إحنا صراحة ما اشتغلنا whole genome sequencing، أكو في بعض اللابات موجود الجهاز اللي يسوي sequencing للعينات. إحنا نرسل الجينوميك DNA ويصير لتحليل بالمختبر الخاص يعني، ويرسل لنا الريزلتس اللي هي تكون عباره عن سيكونسنج طويل وبيسبيرز وما تعرف كيف يعني شنو تقارنه مع النورمال. اكو حقيقه عده برامج، واحنا احيانا نستعين بباحثين يعني اختصاص في مجال البانفورماتكس حتى يحللون النتائج. مثلا العفو دكتور بس حتى استمر الصوت واضح، لان انا مثل يعني رحت بال نعم دكتوره الصوت واضح واسترسلي بالحديث. فصراحه الهول جينوم سيكونسنج اللي قلنا هو كونفيرم يعني اضافي للكونفيرم اللي سويناه بالبي سي ار وبالفينوتيبك اكسبيرمنت. نرسل العينات وبعدين طبعا نرسل معها الوايلد، وبعدين من تجينا هذا السيكونسنج هو يكون صعب قراءته وفي الدراسة صعب فتحها صراحة. في برنامجات معينة احنا استخدمنا بروجرام انتجرال جينوم فيور، هذا راح يخلينا هنا مثلا يخلينا فور اكزامبل الوايلد مع الميوتنت بكمبارسن يعني، ويبين لنا اذا اكو اي ديفكت صار بجينومك مال هذا الاورجانيزمز. مثلا الوايلد نورمال كل واحدة من هذه السترينات احنا طفرنا ثلاث جينات FTR1 60 61 for 63 for example. فهذه ميك شور انه فعلا الطفره موجوده ومو ماكو مور ذان وان ميوتنت بالسترين الوحده مثل ما احنا كنا حابين، وماكو تغيير صار بالجينومك يفرق الوايلد عن الميوتنت غير التغيير المستحدث اللي احنا اشتغلنا عليه، يعني المنطقه المعنيه مو غيرها. فهذا لتاكيد اخر يعني، فبين ان احنا فعلا مكان الجين هذا بالاوبيرون، وهذا الجين اول واحد يكون، وهذا الجين الثالث، وهذا الجين الخامس. فصحيح موجود في different isolates. طبعا بنرسل عينات عادة نرسل دائما مو أقل من 3 samples. طبعا احنا اشتغلنا احنا مو في صدد عرض نتائج بحثي، بس انه بعد ما احنا سوينا confirmation بالـ genomic sequencing والـ phenotypic احنا اختبرناها ايضا in vivo، يعني in vitro in vivo استخدمنا chicken
بما انه تعتبر الهوست الناتشورال للكامبي هم حقناها بال يعني جرعنا لها السترينات هذه الوايلد والميوتنت وشفنا تاثيرها طبعا. وماكو نقطه مهمه جدا هم احب اوضحها لزملائنا بالمايكروبيولوجيست، الحقيقه السترينات البكتيريه من لاب الى اخر تكون مختلفه. كان اذكر سيد المشرف بيقول في جامعه عن جامعه مثلا نوتنغهام تجيب نفس السترين ولا يبلا لا تتوقع انه بنفس الظروف، اكو فد اختلاف معين بيها يسموها تتادابت للعمل في هذا اللاب. يعني احنا من يجيبون سترين معينه ايكولاي اس 17 ايكولاي اس 17 يقولون هاي من مثلا سايمون لاب او ريدنج يونيفرسيتي لاب، وهذا من لاب اخر في نوتنغهام مثلا جون لاب فور اكزامبل، فيقولون انها تتاثر يعني من سترين من تنميها اكثر مره في كونديشن مختلفه تتادبت ويا هذا الكونديشن، حتى في يعني يسموها سترين هذا اللاب على سترين لاب اخر. فهذا مهم جدا لان حبيت اوضح لكم انه احنا مردنا نستخدم ان فيفو استخدمنا سترين كامبي جيج يونايت الكامبي على مكتب جيج يونايت ان سي تي سي 11168 نفسها سيم كامبي جيج يونايت سيم بس ما استخدمنا نفسها ان سي تي سي 11168 حقيقه. هناك السترينات اللي نشتغل عليها نجيبها من كومباني يعني ما تكون معزوله من انيمالز، هذه فيها نقطه مهمه ليش لانه تكون اكثر سيف في الباثوجينيسيس صحيح بس تكون اكثر يعني السترين اللي تشتريها بيور من كومباني وسيطر عليها اكثر من السترين اللي تسوي لها ايزوليشن من انيمالز مثلا. ونقطه ثانيه انه تكون ادابت لشغل اللاب، لان اذكر يعني بعد ما قلنا الحمد لله وخلصنا المرحله الاخيره الفيليب لان مالت البحث اللي كانت هي عمليه الميوتيشنز من بدنا نسوي الان فيفو شفنا متبقي فيو مانثز من الفور ييرز مالت البي اتش دي وارتأى السيد المشرف نسوي هذه التجربه. طبعا سوينا في يونيفرسيتي اوف نوتنغهام هذا الان فيفو لان ما صراحه تكون في هذه الجامعه، واستخدمنا تشيكن ما قدرنا نستخدم رات او مايس اللي يعني حتى اعطيت سجستشن كنت مشتغلة فيه سابقا على الرات المايس الرات الرات العفو اذكر في تجربه بحث الماستر فقال انه التشيكن هي تعتبر ناتشورال ريسيرفوار ومن نصيبها تكون ايزير يعني الجات مالت التشيكن ادابتد لهذه البكتيريا فيصير لها كولونايزيشن فتعطينا ريزلت من اول تجربه ونحن ما نضطر نعيدها. فدائما لابات الكامبي اكو في اشتغلنا هذه التجربه في جامعه نوتنغهام قسم البايولوجيكال ساينسز كان اكو فد طابقه من المختبرات مختصه تشتغل على الكامبي وهي مثل ما قلت لحضراتكم يعني هناك دول العالم المايكروبيولوجيست مو مايكرو يعني كل اللابات تشتغل نفس الشغل. اكو فد طابقه مثل كان طابق الفيرولوجي اخر بكتيرولوجي وحتى لابات البكتيرولوجي كنا لابات الباثوجينيك مثل الكامبي تعتبر كلاس 2 من امراضيتها اعلى من الايكولاي، فلاب الايكولاي ما نشتغل في لاب الكامبي، الكامبي ما نشتغلها في لاب الايكولاي. فكان نوتنغهام يونيفرسيتي كان قسم خاص بالبيولوجيكال ساينسز بما انه تعتبر هذه من الامراض المشتركه اللي مركزين عليها صراحه بالفيو ييرز الاخيره الاصابه بالكامبي جيج يونايت لانه يعتمدون على الفاست فود بشكل كبير وعلى التشيكن هذه اللي ما تكون مطبوخه جيدا او تكون تتلوث بالبروسيسنج اذا كانت في ريستورانت مو مثل ما في الهاوس تطبخها يعني وتعتني بنظافتها. ف التجربه اشتغلناها في هذه الجامعه كان القسم البيولوجيكال ساينسز في مختبرات تحتوي على هذا الانكويشن الانكويتر اللي شرحت لحضراتكم اللي بيها الغازز بمختلف التراكيز بحيث تشتغل عليها ما يعتمدون على الجارز لان يعني صراحه الجارز نو بوينت تكون اكسبنسيف ومو تكون عمليه يعني من نحط غاز بابز بجار ومجرد انت تفتح تشيك البليس راح تذب هذه فالغاز باب وتخلي غاز باب اخر. بعدين حتى افشنسي وكفاءه النمو للبكتيريا راح تكون في الحاضنه المجهزه بهذه الغازز افضل. وكو نقطه مهمه احيانا يختبرون هذه البكتيريا بتغيير نسبه الغازز مثلا في كان بحث لزميله اخرى معنا اذكر في يونيفرسيتي اوف ريدنج طالبه سعوديه اشتغلت تاثير الغازز بس انا اشتغلت مثلا تاثير الايرون سيستم نوك اوت بالكامبي اشتغلت تاثير بس تغيير نسب الاكسجين والسي او 2 والنيتروجين من تغيرها على نمو الكامبي على وقتها فور اكزامبل يعني. فكيف تقدر تتحكم بنسب الغازز من خلال الغاز باج اللي هو الغاز باج بالنسب التيبيكال اللي نحتاجها اللي 5 ب 10 85 من النيتروجين. فكانت هذه الانكيوبيشن اليونت كلش مهمه يستخدموها. ففي اللاب اللي سوينا بتجربه الان فيفو صراحه ما قدرنا نستخدم السترينات اللي هي سترين اللي الان سي تي سي 11168 استخدمنا سترين اخر هي بي 214
الحقيقه البروف يعني اللي كان يشتغل في ذلك اللاب اقترح علينا انه يعطينا سترين قبل ما ندز العينات اللي احنا بعد ما اخذنا يعني اشهر بنجحه الطفره واشهر دخلت البلازميد وصار هومولوجو بالجينوم كمال الكامبي. قال اذا في حاله ارسلتوا لي كان بالي وقت ارجع هنا بهذا السترين وفيها الميوتنس ما راح يصير لها كولونايزيشن بالجات مالت التشيكن لانه هذه سترين مختبريه. السترين الممرضه واللي احنا نسوي لها ايزوليشن من الجات مالت التشيكن هي البي تي 14 هي كان بجاج هنا بي تي 14 فدزلنا هذا السترين وايلد تايب واحنا اشتغلنا عليه دخلنا اجين يعني البلازميد الطافره اللي هي اف تي ار 1 و 6 و 6 3. ولاحظت حقيقه صعوبه ب يعني هذا اوضح الزملاء على انه تشتغل على سترين مشتريها من كومباني بيور تكون ايزير الشغل عليها والنتائج اللي انت متوقعها تحصل عليها بالضبط اسهل من السترين اللي انت عازلها من الحقل مثلا عازلها من الانيمالز لانه من حاول تدخل البلازميدات المضافره الى في التجربه الاولى اخذت صعوبه بس كانت عدد المحاولات اقل مره او اثنين او ثلاثه نجحت المحاوله وحصلنا على السترين اللي هي مطفره. الحقيقه اخذت اكثر من اشهر نحاول ندخل البلازميد المطفر في السترين اللي هي بي تي 14 الممرضه اللي هم عازيها من التشيك المصابه بالدياريا ومشخصيها انه كان بيجا جوناي ويستخدموها في حاله التجارب اللي هي كولونايزيشن يعني تختبر كان بيجا جوناي بمختلف الطفرات مو بس في سيستم الايرون او غيرها يعني هو هذا المختبر كان خاص يشتغل تجارب ان فيفو للسترينات اللي معدله وراثيا من الكامبيجا جوناي بس بعد ما دخل البلازميد الخاص بيك اللي انت استحدثته في سترينك دخله في السترين اللي هي عازليها ازيلتي فروم انيمالز يعني من الانفكتد انيمالز. فهذه نقطة مهمة أحب أوضحها أنه يعني لو تكون عندنا عزلات مثلا بيور أو نجيبها نشتغل عليها أفضل من أنه العزل يعني لأن حتى أذكر أنه سألت السيد المشرف أنه قلت له أحنا تعبنا كثيرا أشهر مانتس أخذنا بتحضير البلازميد حضرنا ثلاث بلازميدات وتعبنا تقريبا شهر أو فيو ويكس دخلناها بالبكتيريا الأساسية فالأفضل ليش ما نخلي نديسها أنه هم عندهم كل واحد اختصاص والاختصاص الدقيق هو ما كان اختصاصه في الكامبي اختصاصه في الايرون فخبير الكامبي هو الدكتور يان بالنوتنغهام وقال انه وايضا انا كان عندي اسيستو ادفايزر كو ادفايزر اللي الاسيستو بروف دكتور شيلا كانت خبيره في الكامبي وقت جيج يوناي بلعب اخر كلوز للعب الايرون على طول كنت يعني اخذ منها النصائح وهذه فقالت احنا هذا نتعامل مع جامعه نوتنغهام في احداث الان فيفو اكسبيرمنت ودائما ما تختبرين السترينات اللي انت سويتي عليها ميوتنتج واللي جابتها من كومباني تختبرينها ميوتنتات المحدثه تختبرينها في سترين هم يعطوك اياها تكون معزوله من الانفكتد تشيكن. وكانت صعوبه صراحه اخذت وقت اطول من الوقت اللي اخذتها النورمال سترين اللي احنا مشتريها بيور من الكومباني اللي اوردريها من الكومباني في دخلت الطفره نفسها وكونفيرمناها مره اخرى وهم دزينا هنا في الهول جينوم سيكونسينج ايزوليت من كل واحده منهم تكون من البي تي 14. فهذه نقطه حبيت اوضحها انه يعني الايزوليت من لاب الى لاب تكون مختلفه وايزوليت اللي تكون من الكومباني عن الايزوليت اللي معزوله من انفكتد انيمال تكون مختلفه وتكون ما ادابتد لللاب ورك. انا حقيقه طرحت هذا السؤال على السيد المشرف انه ليش اخذت وقت اطول من الوقت اللي اخذته نص ترين لادخال البلازميد لها ويصير لهم ولوجو فانه كان جوابه انه هي هذا السترين ما ادابتد لللاب ورك لتعزلها من الامراض دائما تكون فيها تغيير معين مستحدثه وتكون ادابتيشنها صعب يعني صعب من تتعامل معها وتكون طبعا اكثر خطوره تعاملنا معها يعني فيري كارفولي لانه تكون اكثر خطوره يعني هي معزوله من انفكتد كيسز في التعامل معها. فيعني صراحه انصح انه دائما من نتعامل في بحوثنا في مجال مايكروبيولوجي او الشغل جينيتك على المايكرو اورجانيزمز يكون المايكرو اورجانيزم بيور معزول مشتري من كومباني والجينس والسبيشيز والسبسترين تكون مليبلة واضحة أفضل من أن نعزل ونشتغل على سترين معزولة ما تعرف هذه السترين المعزولة قد تكون هم أدابتيتك وتكون أكثر ضراوة فتكون يعني صراحة الخطورة بها والسيف سايد يكون بها يعني أقل والخطورة تكون بها أعلى. صراحة تقريبا لهنا المفروض تكون انتهت خطوات الميوتيشن او النوك اوت واختبرناها ودسينا هول جينوم سيكونسينج وسوينا لها فينوتايب يعني بروت كاب. اكو خطوه اخرى بعض الباحثين ما يسوون هذه الخطوه صراحه واحنا عشان نخليها ان ادفانس تايم يعني
اذا كان عندنا وقت سويناها بالاشهر الاخيره شهرين الاخيرات اللي هي جينيتيك كومبلمنتيشن، انه انت ترجع الجين الحقيقه in order to confirm that the mutant phenotype observed is indeed caused by the specific NOX gene اللي احنا استحدثناها. The mutant strain is complemented with the same gene again carried by suitable plasmid. في تجربتنا احنا اخذنا مثال الكامبي استخدمنا لها طبعا في كل تجربه والبلازميد لازم يكون خاص وكل بكتيريا احيانا ما تتقبل البلازميد تتقبلها بكتيريا اخرى مثلا. البلازميدات اللي تتقبلها الكامبي تتقبلها الايكولاي بس الكامبي ما تتقبل البلازميد اللي يدخل ايزيار الايكولاي. اكو بلازميدات اخرى نستخدمها بالكومبلمنتيشن بالايكولاي. بالكامبي سوينا برولي من جامعة أخرى PMA1 شتل فكتر هو about 10 kb. هذا فكتر أنه تتقبل الكامبي يدخل الكامبي فيشتغل الجين. حقيقة هنا نقطة مهمة أحب أوضحها الكومبلمنتيشن هذا أكو بعض الست أكثر في كل خطوة أكثر من استراتيجي بس حبيت أشرح لحضراتكم هنا بس تجربتي يعني الاستراتيجي اللي أنا استخدمتها قد تكون هذه في كل خطوة أكو فد خط بديل للتجربة. الكومبلمنتيشن أحيانا يسووا بأنه مثلا تدخل البلازميد في سويسايد الجين اجين في سويسايد فيكتور وراح يصير له هومولوجو ويروح للجينوميك وراح يرجع الجينوم الجين للجينوم الاصلي وبالتالي ادي وظيفته. او تسوي في بلازميد منفصل سابرت هذا البلازميد يصير له ريبليكيشن داخل الخليه البكتيريه المطفره فراح يشتغل يؤدي عمل الجين رغم الجينوميك باقي بالميوتانت يعني الميوتانت باقي بالجينوميك وهذا البلازميد يشتغل في يسوي كومبلمنت لعمل الجين كانك رجعت الجين يعني بس ما تسوي تلاعب اجين بالجينوم لا راح يكون الوضع اصعب. فهذه اكثر سيف الفضوى واسهل حقيقه من انه تسوي كومبلمنتيشن ببلازميد منفصل يدخل هذه البكتيريا وتكاثر بداخلها يؤدي وضع الجين وظيفته من خلال البلازميد ويبقى الجينومك حاوي على الطفره يعني الافضل. ف الحقيقة البروسيس هنا هم في الكامبا أنه أصعب من بقية البكتيريا. أنا شفت البيبرات أنه قالت يصير بالنورمال ترانسفورميشن بس هم سجستد أنه يسوها بالكونجوجيشن باي كونجوجيشن يعني هذا البلازميد اللي حاوي على الجين اللي طفرنا كومبليمنت الجين سوينا لكم سوينا له انسيرشن بالبلازميد كلونينج يعني نسوي له ترانسفورميشن لسترين خاصة لعملية الكونجوجيشن اللي هي إيكولاي 17 تاخذ البلازميد اسرع واسهل من الكامبي بعدين نسوي كونجيجيشن هي ميكسينج للتو سيلز التو مثل ما حضراتكم تعرفون في مجال المولكيولر الكونجيجيشن اللي هو التبادل الدي ان اي بين تو اورجانيزمز. ف طبعا بروسيجر طويله جدا ميكسينج نسب معينه للكامبي مع الايكولاي الكامبي المطفره اللي هي ما عندها هذا الجين مع الايكولاي اللي حامله جين الكامبي اللي فاقدته ببلازميد واختبارها ايضا نفس الاختبار اللي سوينا بالنوك اوت بعد الجروث كيرف ونسوي بي سي ار ونسوي بلازميد اكستراكشن ونشوف هل الجين موجود او لا ونقدر نختبرها ايضا نقطه مهمه في نوتوبيكلي اجين يعني تختبرها هم بجروث كيرف بحيث انه المفروض انه تطلع مشابهه او مقاربه للوايلد تايب فتضمن بهذه الحاله يعني انها كونفرميشن مور ذان وان واي باكثر من طريقه تكونفيرم انه الطفره صارت فعلا واختبرتها الطفره وسويت هول جينوم سيكونسينج ماكو طفره اخرى ورجع الجين رجع النورمال جروث كيرف يشبه الوايلد يعني معناها كل الديفكت اللي صار سابقا صار بسبب الطفره المستحدثه هذه كذا كونفرميشن حتى تحدد انه هذا الجين او هذا الكلستر اوف جينز لها هذه الوظيفه او تؤدي هذه الوظيفه وانت تكون ميك شور انه تؤدي هذه الوظيفه مو جينات اخرى او طفره اخرى مثلا. فهذه جينيتيك كومبلمنتيشن صراحه ننصح بها بعد النوك اوت وأكيد عن من الباحثين ما يشتغلون الكومبلمنتيشن هذه فقط يختبرون نوك اوت ويختبروها في فينوتيبك اكسبيرمنت وخلاص واكو منهم ما يسوون هول جينوم سيكونسينج. فاني بعد هذه هسه الخطوات اللي شرحتها لحضراتكم انصح بالهول جينوم سيكونسينج وبالجينيتيك كومبلمنتيشن بعد الطفره حتى تميك شور انه كل الريزلت اللي حصلت عليها يعني تقدر انت تنشرها فتكون في السيف سايد انه ابروفد مؤكده وصحيحه وما تشوفها شائبه والديفكت اللي حصلت عليه بهذا السترين ويعتبر انجاز ما يرجع الى سبب اخر او الى طفره اخرى او ديفكت معين سموير بالجينوم مثلا وانا فقط في المنطقه اللي انت اشتغلت عليها معناها انه هذا الديفكت اللي صار من تاثير الجين حسب ما احنا اكسبكتد توقعنا مثلا. طولت على حضراتكم الحقيقه بالكونكلوجن بعد
بعد هذه ورشتنا العملية. أهم النقاط هي نقدر أن نستنتج أنه هذا البريزنت ميثود is one of the powerful tools used to study gene function. وconfirmation the knockout very crucial to check your work هل هو صح أو خطأ. أنت في اللاين الصحيح أو لا. والwhole genome sequencing considered as a proof that the targeted mutation didn't cause changing in the natural genome sequencing anywhere inside the organisms. The bacteria, for example. يعني مثل ما قلت لحضراتكم الwhole genome sequencing والconfirmation بالgenetic complementation. وحقيقة بعد استنتاجنا more than one paper استخدمنا أنه رشح هذه الطريقة للنوك اوت اللي هي deletion وinsertion كاسيت بمكان الجين المطفر تكون فعالة. وننصح بالانفيوجن جيبسون كلونينج اللي هي تكون قوية ويكون الارتباط بها بحيث انها تقلل لنا الاخطاء اللي يمكن ان تنتج بعمل الجينيتكس. وهذا باختصار لساعة اليوم، وأتمنى أن ما كنا أدخلت على حضراتكم وتكون المحاضرة شيقة وممتعة، وضفنا قليل من بعض الخبرة العملية حضراتكم ومعلوماتكم الغزيرة. وشكرا جزيلا للإصغاء. في حالة any question I'm ready to answer. يعني إن شاء الله إذا كنت أعرف أو مثلا تعرضت لهذا الموقف مثلا في تجربتي أو. شكرا جزيلا، شكرا دكتورة ضمة على هذه المحاضرة الرائعة، ويعني دليل على أنه أنت فعلا فاهمة شغل جيد جدا، وكل خطوة ذكرتيها أنت مشتغلتها بإيدك ومعانية منها، وهذا يعني الحقيقة لمسنا لمس، هذا مو بس رأيي حتى رأي الآخرين يعني بالشات أنا قريته. بس كانوا شوية يعتفون عليك بالسرعة، كنت سريعة جدا بالإلقاء. هذا معاني منها، حتى كان السيد المشرف منها جاء كلمة فقلت له مو بس بالإنجليش حتى بالعربي، فقال يعني expected that أكيد أنت هذا طريقتك، يعني مشكلة. أنا ذكرت كنت طالبة عدة مو هيجي ما أدري هاي بالأخير من رحت البريطانية ما أدري صوت أمجد الله أعلم. على كل حال أنا أشكر الجزيل الشكر، يعني محاضرة ممتازة ومفيدة وممكن أنه يستفيد منها الكثيرين. الحقيقة الآن نفتح باب التعليقات أو الاستفسارات إن وجدت، يجب أن يسأل مجرد أنه يسوي رايز هاند، يدوس على رايز هاند حتى أنا أعرف أنه هو يريد يسأل. أنا كان عندي سؤال ونسيته الحقيقة. عذرا دكتور مزاحم العطار عنده سؤال، تفضل دكتور مزاحم. شكرا جزيلا دكتور جبار، بارك الله بكم بجهود مشكورة، وفعلا يدل على أنه الباحثة مشتغلة بيده بتفاصيل دقيقة جدا. من حقكم أن تفتخرون بهكذا نوعيات، ويا ريت لو يصير ورشات عمل متخصصة كيف نعمل الجين سيكوينسينج. تذكر دكتور احنا في المحاضرة السابقة ركزنا على الجين سيكوينسينج ومهم خصوصا في موضوع الكورونا، فطالما عندكم هالشكل طاقات يا ريت تكون ورشة عمل إن شاء الله بعد العيد، بعد العيد إن شاء الله عندنا ورشة عمل عن الجين سيكوينسينج إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور، موفقين، أتمنى لكم كل موفقية وكل منتسبين كلية الطب البيطري جامعة القادسية. شكرا جزيلا دكتور. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا دكتور مزاحم العطار، شكرا جزيلا. ممنونين. اخوان منه عنده بعد سؤال يرفع ايده، مجرد انه رايز هاند وانا راح اعرف انه اوكي. بالنسبه للاستاذ حسنين بلا زحمه نزل رابط الحضور، تسمعني استاذ حسنين؟ العفو دكتور ميران عنده سؤال، دكتور ميران الرماحي تفضل. دكتور ميران تفضل. دكتور ميران الرماحي المايك مفتوح. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه دكتور، شلون اخبارك؟ الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يستر عليك. معنا هذه المحاضره حقيقه رائعه والممتعه،
بنفس الوقت والمعلومات القيمة اللي بيها. بس أنا عندي سؤالي يعني من سوين selection and confirm the mutation in the transport colonies. نعم. عندكم البلو أند يعني بلو أند وايت سكرينينج أو تستخدمون فقط الوايت؟ شنو قصدك دكتور بالبلو أند وايت؟ الصراحة إحنا نوع هذا البلازمد اللي عندي ما في كالوريشن، أكو في بعض الطلاب استخدموا هذا التكنيك. اي وانا بعرف يعني تو يعني مو هي البلو اند وايت give you like more confident or more confirmation if you has like have like 100% transformation or not. لا دكتور الحقيقه احنا بس نعتمد على الانتيبيوتيك ريزيستنت جين والهول جينوم سيكونسينج، بس في طلاب طلابات اخرى استخدموا انه هذه تكون في الرياكشن بنوع من الكالرينج، هذه ما موجود في الكام بصراحه. انا شفت ان يعني ما استخدم يعني ما عندكم انتم بهذا النموذج اللي انت استخدمته، يعني موجود في طلابات اخرى اشتغلوها طلاب بس اخرين، بس انا في تجربتي الكامبي ما اشتغلت اعتمد على الكاسيت ريسيستنت. زين، او عندي السؤال اللي بعده، من سويتي سلكشن اند كونفرميشن للميوتيشن للترانسفورم كولونيز قبل ما انت سويتي جين جينوم اكستراكشن، لو اخذتي هاي الكولوني نميتيها اوفر نايت وبعدين حصلتي كميه محدده سويتي الاكستراكشن؟ احنا من ناخذ هذا السترين يعني ما راح اقدر اسوي منها جينوم اكستراكشن وبالتالي افقد هذا الكولونيز، اذا لو طلعت مطفره ما راح اقدر احصل كولوني ثانيه. اكيد راح اسوي لها اوفر نايت، ازرعها في مور ذان وان بليت، طبعا 3-4 بليتات تحتوي على نفس الانتيباتيك ونفس التركيز، وبعضهم راح يكونون ضعيف، فراح بال يعني هذه المرحله الثانيه اللي قلت عليها سب كلتشر حضرتك بعد 3 ايام اكو اغلب هذه الكولونيز اللي حصلناها اول مره ما راح نحصل عليها المره الثانيه. اي مو هنا هذا سؤالي، مو هنا قبل قال من الكولونيز قبل جين هاي يعني. شكرا جزيلا دكتور. لا اكيد دكتور نسوي اكثر يعني، هي طبعا تطلعنا فيو كولونيز لانه هذه البكتيريا احنا نسميها بلغتنا النحسه انه صعبه التعامل. نعم نعم هي خاصه نحسه ولازم يعني اتاكد عن خاصه دكتور. كنت اعاني 1 أو 2 أو 3 كولونيز، فانا حتى حصلت 3 أجزاء اعيدها ماني تايمز يعني. نعم. وتزرعهم دول 3 كولونيز يمكن تطلع واحده من عندهم. شكرا جزيلا عن الدكتوره، شكرا جزيلا عن شكرا شكرا عيني دكتور ميران، شكرا جزيلا. الان دكتور فرقان اعتقد رافع ايده. نعم دكتور تفضل. السلام عليكم دكتور، شكرا جزيلا، السلام عليكم الطيبين كلكم في الديوانيه. رمضان كريم. الله يسلمك. الله يحفظك. دعاكم وصلواتكم ان شاء الله. دكتوره بلا زحمه سؤال بسيط جدا على النوك اوت والنوك داون، شنو الفرق بيناتهم يعني، ويا هي اللي تكون نتائجها احسن؟ شكرا لكم دكتور. العفو دكتور، سؤال صراحه مهم. انا ما اشتغلت النوك داون، لان النوك داون يكون تشتغل في مرحله معينه من يعني تشتغل في مرحله الترانسكريبشن والترانسليشن على الجين قبل الـ يعني مو على الجينوم تشتغله، في مرحله قبلها. حقيقه طالبه عراقيه هسه بعد زميلتنا الطبيبه البيطريه في جامعه راح تشتغل على النوك داون اللي هو يستهدف الترانسكريبشن للبروتينز في مرحله ترانسكريبشن، يعني مو تختلف الاستراتيجي صراحه. انا ما اشتغلت عليها وصراحه هم تكون صعبه، ما اعرف اصعب او لا، بس انا اشتغلت نوك داون اللي تشتغلها على الجين، يعني تاخذ الجين امبليفاينج وتشتغل عليه، بس هذا النوك اوت. بس النوك داون بتكون بروسيس على البكتيريا حقيقه مراحل الجروث كيرف مالتها، يعني تخلي انديوس لهذا الجين مثلا يتحفز بيا مثلا ظرف معين وتجمع العينات الكولكشن بحيث انت تحاول تاخذه في مرحله ترانسكريبشن الجين، يعني مرحله ترانسكريبشن البروتين قبل ما يعني نجمع العينات، يعني مو تحصل على الكولوني في مرحله من مراحل الجروث كيرف تكون. وهذه اتوقع هم دقيقه وصعبه تكون، ما اعرف ايهما اصعب يعني، بس انا حقيقه ما اشتغلتها. فالنوك داون تشتغل عن ترانسكريبشن اوف جينز، تختلف عن النوك. شكرا جزيلا دكتوره، واضح. شكرا جزيلا. شكرا شكرا دكتور فرقان، شكرا دكتوره ضمه. الحقيقه هذا احنا بالنسبه للدكتوره ضمه ما راح نكتفي بهذه الورشه، يمكن راح نحتاج لنا بعد ورشتين او ثلاثه، بس نريدها شويه تحكي على كيف، لانه راح ندخل طلاب الماجستير وياها. كنت اسال حضرتك الصوره تقول لي تحشيني بسرعه حتى اقلل الرتم، بس ما قلت لي اي ما اقدر اقاطعش لان كنت مسترسله وماخذه راحتك يعني، والحقيقه والافكار متواصله.
ما ردنا هذا. يلا نتعود 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 احنا. هاي هاي هي هاي نصيحه الحقيقه بسنه ال 83 كنت طالب ماجستير، وهاي النصيحه تلقيتها من استاذي المشرف الله يعطيه الصحه والعافيه دكتور عبد الوهاب رؤوف مهدي. فقال لي بابا جبار، واحده من 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 اسوء نقاط او اسوء صفات الباحث ان يكون مستعجل، فدائما صير متأني بكلامك بشغلك تكون دقيق. هاي لحد الان ترند بداني، هاي صار لها تقريبا 38 سنه. فبالعكس هي هاي انت كنت جدا مسيطره وممتازه وفاهمه شغلك بشكل جيد جدا، وهذا يعني انت الحقيقه مفخره لنا لكليتنا. دكتور انت الفخر، وان شاء الله بالمستقبل راح يعني نضطر انه ناخذ من عندك بعد ورش اكثر. اخواني الاعزاء اذا ما عندكم سؤال يعني احنا نشكركم جزيل الشكر على تواجدكم، وان شاء الله يوم غد الساعه بالثنتين مو بالاربعه، الساعه بالثنتين راح تكون هنالك محاضره علميه بحثه عن امور الطب البيطري عن الريبرودكشن بالكاميلز، راح يلقيها الاستاذ الدكتور ضياء الدليمي والاستاذ المساعد الدكتور خالد كرم. فان شاء الله الى اللقاء يوم غد، وشكرا جزيلا لتواجدكم، والشكر موصول للاستاذه المحاضره، وان شاء الله شهادات المشاركه توصلكم عن طريق الايميلز، وهنالك شهاده خاصه للمحاضره بعنوان سبيكرز. شكرا جزيلا، مع الف سلامه. بس انا حكي بسرعه بس الانجليش عارف مال سكين شايفين.